لتر من الماء يعني 5 كوبايات أو 5 كاسات، ربع كوب من السكر وكوب خروب مجروش. أوكي؟ مباشرة بدي أبدأ في تجهيز أروان، في تجهيز كراميل سكر. فبضيف السكر في الطنجرة ربع كوب. أوكي. بوزعه هيك وبضيف قطرات من الماء، ما أحركوش، انتبهوا ما تحركوا السكر. أيوه. يعني شف الخروب من السكر هيك، هيك هو مشروب شوفي. سكر الفكرة الآن لا. هذا الخروب، خروب مجروش. خلينا نشوفه مع سوا على الشاشة. أوكي. هو عبارة عن قرون من الخروب، أخضر بتنشف، بنباع عند العطارين، بنباع بكل مكان، هو حلو في حلاوة. فهو بتنشف وبنجرش، بيكون هيك طبعا بنغسله، بننقيه من العيدان، إذا في أحجار بدنا نشيله كمان، بدنا نصفيه يعني، وبنعمل كراميل. أوكي، هاي كراميل عشان يعطي هذا اللون الغامق. نعم. اللي بيكون فيه مزبوط. بس ما تحركوا بملعقة الآن، بينما وزعوا السكر بهالشكل، بحيث إنه بعدين انتبهوا لما بدي أسوي كراميل ما بدي أعمل كراميل محروق، زي بدي أسوي مثلا كراميل لا مثلا كريم كراميل. كريم كراميل بدي يكون ذهبي حتى أعطيه اللون الحلو. بس اللون الذهبي. طيب راح أعطيكم كمان طعم أطيب للخروب. هو الطريقة هاي في البيوت. حلو. راح تنبسطوا عليها كثير. طيب. كثير كثير إن شاء الله. تمام. وطبعا الشيف هو هلأ عند كولر سونا. سونا كمان هي من الأجهزة الكهربائية الكثير الموجودة عندنا بمطبخ رؤيا. بدأ عندي الكرمل. أيوة. بس هيك بس. طب شيف ولا بتحركه ولا شوي؟ لا، بنزل هيك مباشرة. خلص. وبحركه. شم ريحة خروب الآن. أنت كيف طلعت الروايح؟ يعني عليك ريحة يا عيني. ولا أطيب. تعرف ريحة زاكية. إيش هي ريحة؟ زي ريحة الكستنة شوي. أيوة. صح. هون بدي اكون عندي مي بارده على جنب، بدك مباشره للخروب. ريحه ولا اطيب. بسم الله. لا تخافوا حيطلع صوت كثير، لكن عادي جدا. نضيف نعم نضيف الكوب او اللتر، وبدي اغليه تقريبا لمده الساعه. تمام. وبعديها اتركه كمان نصف ساعه مع المي، يعني بعد ما اخلص بدي اريحه. بعديها بدي اجيب شاش ابيض وأصفيه بالشاش الأبيض حتى يكونش فيه عندي أي نوع من هيا شوفوا كيف على مشروب. خلص هيك بعد التصفاي على الثلاجة صار عندي مشروب الخروب الرمضاني. إن شاء الله ألف ألف عافية. صحة. رب